بسم الله لا اله الا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله. احنا في سوق بسيون تبع محافظة الغربية ومعاكم قناة المواشي اليوم يوم 14/11/2022 وتعالوا نشوفوا اسعار الخرفان والاغنام النهاردة في سوق بسيون تبع محافظة الغربية. صباح الخير يا معلمي. صباح الفل ازيك يا معلم؟ تعرفوا باسمك؟ باسمي جمعة سعيد جمعة تمريز يا باشا. المعلم جمعة سعيد جمعة منين يا معلمي؟ مركز قطور غربية. مركز قطور غربية. الناس المحترمين الاسعار عاملين النهاردة في الضاني؟ والله الاسعار كويسة، الأسعار مريحة، ومش كل اللي يديلك سعر ولا اللي كل اللي يديلك غنم. الله يبارك لك. في واحد يديلك غنم بما يرضي الله تجدد وتكسب من ورا منها. صح. وبما يرضي الله حاجات نظيفة رحماني توب، واحنا لسه ما زال بنتكلم عن الرحماني مرة واثنين وثلاثة وعشرة. الله يبارك لك. الرحماني توصل أحجامها الناعجة 130-140 كيلو، ودي أغنامنا يعني بسم الله ما شاء الله من مرجدنا هنا مرجد محافظة الغربية. اللي بيطلب الرحمن بيلاقيه وبنديهوله بالطلب لحد البيت. الله يبارك لك. وعمر ما في حد خد مننا وزعل ان شاء الله وباذن الله ومشيئة الرحمن مودين في جميع انحاء الجمهورية، بني سويف، في مطروح، مودين في العريش، مودين في اسكندريه، مودين. الله يبارك لك يا غالي، انتوا ناس محترمين. انا طاعت امرك يا معلم. اللي عايز يا جماعه خرفان ذبيح لحم وجنيه بسم الله ما شاء الله مع الناس المحترمين بتوع الغربيه الله اكبر. عرضنا الاسعار ايه وايه النهارده كده؟ بص يا باشا، الناجه العشر بتلم من حوالي 6065 ده الرحمن التوب. اي اللبنيات بتلم من حوالي 3035، بتكلم عن الرحمن. الرحماني. اي غنم. الله يبارك لك. 25-27. اي دي غنم بتبقى خليط. بتبقى خليط صح. خليط. لكن دي رحماني اساسي. غنم رحماني اساسي، غنم توب. الله يبارك. بتكلم عن الرحماني وانا نمبر 1 الحمد لله في الرحمن. الله يبارك. وما زلت بتعامل مع جميع الجمهوريه في الغنم الرحماني. والرحماني مش كل واحد قال لك الرحماني يبقى عارفه، لا، الرحماني له اصول احنا بنتعامل بيها، اصول الدم في العقد في الجسم في الاحجام الحاجات المميزات اللي احنا بنعرفها كتاجر. الله يبارك لك يا حاج. وهنا طبعا في نعاج رخيه بتبدا من 6000 ل 65. نعاج رخيه من 6000 ل 65. لبنيات بتبدا من 3000 ل 35. خرفان كباش بتبدا من 55 لحد 8000. من 55 ل 8000. الكبش ده عامل كام ده؟ الكبش دوت ب 75. ده ب 75 7000 ونص. بسم الله ما شاء الله. كبش ما شاء الله، كبش رحماني توب. ده احنا بنسموه التيني، ده كبش مجوازي. مجوازي. احنا بنناشد جميع الناس السلالات، مش اي سلالات. الله يبارك. ده اسمه التيني، يعني ده بيجيب مجوز. بيجيب مجوز التيني. الجينات بتاعته عاليه. الله يبارك لك يا حاج. ودي غنم رحماني من مرقد محافظه الغربيه، وبناشد الجميع الساده المتبرجين واللي شايفين الحلقه وهيشاهدونا، لو انت عايز نتصل علينا الغنم الرحماني موجوده بجميع انواعها، خير بند وقرب. لبنيات، نعاج والدة، نعاج لحم، اللي انت عايزه تحت امرك موجود باذن الله مشيئة الله تعالى. الله يبارك لك يا حاج. ادينا الرقم. طيب رقم ان شاء الله، الاسم جمعة سعيد جمعة، المعلم جمعة سعيد جمعة، مركز قطور غربية. الله يبارك لك. 0-100-47-26-221 احنا بنقول للمشاهدين في كل مكان كل سنة وانتم طيبين، وحطوا لايك واعملوا على الثقة والأمانة. أهم حاجة اللي أنت بتتعامل معاه يكون عنده ثقة وأمانة. الله يبارك لك. عامل ربنا قبل كل شيء ونعم بالله، ساعتها أنا هكسب وأنت هتكسب والجميع ربنا هيبارك لك. كله هيترضى بفضل الله. كل سنة وأنتم طيبين. الله يبارك لك وأنت طيب يا غالي. دخلة الربيع. دخلة الربيع. الله يبارك لك. سنة جديدة من غير. الله يبارك لك إن شاء الله. المسلمين إن شاء الله. الله يبارك لك ويصلح حالك يا غالي. الله يبارك لك. الله يكون الاشتراك لقناة المواشي اليوم عشان يوصلكم الأسعار يوم بيوم. أشكركم على حسن المتابعة داخل مصر وخارج مصر. أسيبكم في رعاية الله وأمنه، وإلى اللقاء يا خير الأصدقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.